دحر سكح سعودي جا محمد بن سلمان أيا لجوا الرمايين وافطوبي إن أديرتيس أميرة بصمة بنت سعود بن على بن عبد العزيز تاسيو للا آمد السنة دا سيدا وري ورجس كي بي سي دلك إسبين سيدا وغري ورجس ككوح ورجس ككوح ككوبان سيدا رجع أيا سيدا يلا باتن كيف برايو لبدا كون أيا سكال يتبان كيمد غوري جا بصمة إما قال ده جدا حلي أيا أيا ده يقويس كي ده سكود يارين أيا نين ياري مع في ما دو سفران دلك إسويسلا ورجس كي sheegay basma oo ku caan baxday oo ololaynta xuquuqda dumarka iyo isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca boqortooyada kadib lagu xiray xabsiga Al-Hayr oo muddo sanadaha ay ku jirto ila wareediyo oo ku dhaw amiirada ayaa wargeyska u sheegay in basma ay ku jirto qolka 180 bii xabsiga loona ogol yahay inay qoyskooda la xiriirdo hal mar oo kaliya toddobaadkii sanadkii 2016kii amiirad basma ayaa ku soo laabatay Saudiga kadib markii amiir Maxamed bin Naif oo xilligaasi ahaa dhaxal sugaha uu damaanad qaaday si ay dalka dib ugu soo laabato amiirada ayaa dalbanaysa in boqor Salmaan uu soo celiyo dhul uu lahaa aabaheed زاود بن عبد العزيز او كويا لما قالت طايف هي لبا بليون او دولار او اكون كويا لا بنكيا دا سويسرلان ورجيسكا اي بي سي ايا انتا سيكو داري ان الى وريديا او دو بن نايف وشيغي ان اميرت بسما لغو حين دون حبسيغا الا ايا اي كتنا سوشو شيغا شدا حانتي دا سيا بيهي عبدالرشيد محمود محمد عبدالرشيد هوتود وراركا تلفيشن كعالمي جاي ستار تي في